مساء الخير وحلقة جديدة في دائرة الضوء على النهار اليوم. النهاردة بداية الأسبوع ده كله احنا هيبقى ضيوفنا كلهم من المدفعية المصرية الوطنية، لأن الحقيقة مطلوب دلوقتي يعني استدعاء كل القوة. الجهاد الأصغر خلص واللي جاي الجهاد الأكبر، فرأينا اللي كان انتخابات الرئاسة دي أنا كنت شايفها الجهاد الأصغر، إنما الجهاد الأكبر بدأ. لأن احنا اللي لو حضراتكم تلاحظوا في الفترة اللي فاتت ديت على طول كلام غريب جدا، كلام غريب جدا، الناس بتتكلم النهارده في الشروق مثلا، النهارده حاجه غريبه، النهارده الاستاذ ايمن الصياد كاتب بيسقط الشعب يريد اسقاط النظام، وبيتكلم بقى هو بحكايه، حكايه محوره وكاتبها ومش عارف ايه، انما بيتكلم على ان ازاي ان احنا النظام القمعي وان الدوله البوليسيه، وازاي انك بتكبت الحريات باسم يوسف، ما اعرفش مين اللي كبت باسم يوسف ده، واسمه بلال فضل ما اعرفش برضه، وانا ما اعرفش مين اللي كبت، وبيتكلم بقى يعني كلام اللي هو الكلام، وده الكلام ده كله هتلاحظوا حضراتكم ان هتلاقي دي الموجه، النخبه ومش عارف ومين. احنا فكره المدفعيه الوطنيه المصريه الحقيقه انا استدعاء بقى النهارده للمدفعيه الوطنيه المصريه على مدى هذا الاسبوع لدك معاقل بقى صراحه طابور العماله والاشاعات والمثير الفوضى والذين يكرهون مصر والذين يكرهون اي شيء تبحث عن استقرار حقيقه الامر. يعني بدايه النهارده هيكون يعني معايا ضيفه من يعني دي قائد زي يعني قائد لواء زي ما بيقولوا في المدفعيه الوطنيه المصريه الدكتوره غاده شريف. ان شاء الله هيكون معانا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد امين، هيكون معانا الكاتب الصحفي الاستاذ محمود الكردوسي، هيكون معانا وزير الاعلام السابق الاستاذ اسامه هيكل او الاسبق الاستاذ اسامه هيكل، هيكون يوم الخميس ان شاء الله يعني الاستاذه الكبيره ويعني من اكثر الناس المهمومين بهموم مصر الدكتوره لميس جابر. النهارده بقى يبدو ان لابد النهارده لم يعد هنالك مجال ابدا للنهارده المواربه والبتاع، لازم بقى المساله تبقى باينه وواضحه، ولازم كل الامور بترد عليها على طول، ولازم ما فيش حاجه تتمشى، لان خلاص في الاربع خمس ايام اللي فاتوا تبص تلاقي كل الاسئله اللي بتتقال جايبين محاور هما، فيجي في التلفزيون يساله يقول له طيب الرئيس السيسي بقى اول ما يروح، حتى ما بقولش الرئيس لكن السيسي ده صاحبه كان بيلعب معاه، فيقول له السيسي بقى لما هيروح القصر بتاع ده تنصحه يعملش ايه، عشان يعني بيجيب الجانب السلبي، وكان السيسي متوقع منه ان يبقى عنده حاشيه، هو عايز يتكلم يقول له الحاشيه، فيقول له الحاشيه هو مش عارف ايه. فنبتدي ناخد الموضوع من واحد ناجح بشعبيه هائله جدا رغم انف الاستاذ فهمي هويدي النهارده اللي بيطلع ان مفيش شعبيه، وان تفويض السيسي سقط النهارده برضه في الشروق، فالنهارده يتكلموا على ده، يجي يتكلموا تبص تلاقي مجمل الكلام اللي اتكلموا فيه على السيد حمدين صباحي ان البطل الوطني والقلم مش عارف، عمالين كل اشاده يا سيدي ماشي كل حاجه. طب والراجل اللي اكتسح ده واللي فاز ده ما انما هي ده رساله للعقل الباطن، رساله للاوعي دايما بيرسخ في الوطن. بالاضافه دلوقتي هتلاقي بقى في الجرايد بقى هتلاقي بتبتدي تظهر الحوادث والكلام، والكلام بيتكلموا على ان السيسي زي ما النهارده ايمن الصياد كاتب النهارده انه رجل النظام، يعني ده الدوله والدوله كانت بتسانده، والكلام ده قايله الاستاذ فهمي هويدي على لسان قاضي، وان ازاي الانتخابات حصل ما اعرفش. هنرجع للكلام ده كله مع يعني ضيفتي وضيفه حضراتكم الدكتوره غاده شريف. الدكتوره غاده شريف استاذ مساعد معهد الاورام جامعه القاهره، حصل على الدكتوراه في الصحه الدوليه من جامعه نيويورك، ماجستير في وبيئات الاورام من جامعه كولومبيا، كاتبه صحفيه في المصري اليوم. الدكتوره غاده شريف يعني واحده من قاده الالويه في المدفعيه الوطنيه المصريه. ازيك يا دكتوره غاده؟ ازاي حضرتك؟ انا دفعتي عقيد مش لو عقيد ست خلاص يعني مش مشكله يا روز الترقيه. لا دكتوره غاده يعني هبدا الكلام النهارده ان بتبتدي الحمله من النخبه، اول ما النخبه يبتدوا يمشوا شويه حاجات كده ويبتدي الكلام ما يسمون ويطلقون على نفسهم النخبه، وهم لا نخبه ولا حاجه، انما هم النهارده حقيقه الامر الشعب يعني افحمهم. بس هبتدي انا عايز اقرا لحضرتك رساله نبتدي بيها، بس لان جايه من بره، فالرساله دي بتقول صافا بسودي بتقول بعد التحيه تهنئه من القلب لفوز المشير السيسي في انتخابات الرئاسه وندعو له بالتوفيق. اريد من سيادتك ردا شفيا لي حيث انني اعيش في فرنسا ولي اصدقاء عرب من جنسيات مختلفه وتعليقاتهم لي جميعا كيف تكون الاعداد المشاركه في الانتخابات 25 مليون مع ان الاعلام المصري لديكم هو الذي اعترف ان الاقبال كان ضعيف.
قل لي سيادتك بماذا استطيع ان ارد عليهم. دي كانت الرساله، وده جزء من الحدوته، وده جزء من التشكيك. ومكر الله والله خير المكرين. بتوع الاتحاد الاوروبي المراقبين بقى والمفتشين والنظار اللي كانوا جايين يفتشوا علينا، الاتحاد الاوروبي قال الانتخابات ما فيش اكتر من كده. بس تاني يوم راحوا ما مش لاقيين حاجه، قال لك بس كان في تحرش، يعني كان زعلانين هم من حكايه التحرش دي. ده الجزء الاولاني، اعترافات اللي موجوده. الجزء الثاني الكلام اللي بيتقال عن الاعلام، ليس كل الاعلام، بس عايز اقول للاستاذ صفا انا هكلم وهسيب لك غدا تكملي، مش كل الاعلام قال هذا الكلام. انا واحد من الناس اللي مولودين اول ما بديت الحلقه شكرت الشعب. ده انا بتكلم على 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 في في اللي اه في الانتخابات، يعني لما بيتكلموا على اللي هو لا تفتلت يوم لما كلموا اصل ثاني يوم كنت انا خلصت الظهريه ومشيت، فبليت بالليل الناس بتصوت وبتعمله. تاني يوم كان عدد الناس وصلوا 23 مليون. بيكلموا في ايه؟ 23 مليون ده رقم يعني بالنسبه للمئويه بتاعته لا بيحصل في فرنسا ولا بيحصل في الدنمارك ولا بيحصل في اي حته في الدنيا. و23 مليون يجي حد يقول لي ان في حاجه حصلت غلط. وبعدين الشعب المصري اللي لان اتعمل تنظيم تركيبه جديده للان، ما عادش في حد بيعطل، ما عادش حد بيعمل. فكره انك انت عايزه تفسدي شيء، والنهارده الزيطه اللي اتعملت والحاجات اللي اتعملت بصرف النظر هل كانت هي يعني مقصوده ولا بسلامه نيه ولا في اي كلام، ده كله حد يقول لنا ان في وقع، اي وقع من اي الوقائع اللي تقول ان فيش اكتساح. النهارده الاستاذ فهمي ودي بيقول لك سقط تفويض الشعب، سقط ان ما كانش فيه انتخابات، ولولا ثالث يوم الناس راحت عشان خاطر الترغيب وراحوا. عايز اقول للاستاذ فهمي ودي اللي كان فيه سمنه ولا في رز ولا في بطاطس ولا في حد بياخد بطاقات كان بياخدها وبيدفع فلوس زي الاخوان المسلمين اللي قال لهم الاستاذ فهمي بيدافع عنهم على طول الخط، ولا حد بياخد ولا في حد بين الاتوبيسات. وليس صحيحا ان الدوله انحازت في اي حاجه، يعني ولو دوله كانت بتنحاز ولا بتخطط ولا تعمل ما كانوش يدوا يوم اجازه الثاني ده، ما كانش يدوه يعني لو بيسالوا حتى. انما هي حمله في هذا الاطار. ما قولك؟ ما هو احنا ليه دايما ناسيين اصل الموضوع؟ اصل الموضوع ايه يا استاذ ابراهيم؟ ان في فلوس، في اظرف في ناس بتاخدها قصاد اتمام مهام معينه. فتلاحظ كده ايه لما مهمه تفشل دلوقتي، ايه احنا هنعمل اعتصام رابعه وهنعمل دويلات رابعه ودويله كرداسه ودويله مش عارف ايه، طيب هنأخر لكم، هنأخر فض الاعتصام، طب دي فشلت ندخل في اللي بعدها، لا 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 مش عايزين حد من الجيش، ويفضلوا بقى يشتغلوا فتره طويله على مش عايزين حد خلفيه عسكريه. وتلاحظ بقى عمرو حمزاوي يطلع هنا وبلال فضل يكتب هنا وفهمي هودي يكتب، يعني اسماء كتير وكلهم بيحاولوا يعملوا غسيل مخ للشعب كما لو كان يعني الشعب ده عيل صغنن، ويحاولوا ان هم بقى ايه يدوا له كده بالبيبرون ان ما فيش حد من الجيش يرشح نفسه، ويطلع لك علاء الاسواني يقول لك لازم يسيب الجيش سنه علشان اعترف بيه ان هو مات. فشلت دي، ده مفتي كان بقى، وده يعني السنه دي اللي هيتطهر فيها ولا عشان ايه؟ انا عايز اسال السنه دي تطهير يعني ولا هيذاكروا له فيها ولا ايه؟ فالمهم فشلت دي، طب لازم يطلعوا بحاجه هيعملوها لهم علشان يفضل الظرف عمال يتبعت. لازم، طب هنبوظ انتخابات الرئاسه، ما بوظتش انتخابات يبقى هنسقط النظام. هو ده الاساس، ان هم عايزين سبب يقولوه للجماعه اللي بيدوا المظاريف علشان تفضل المظاريف دي بتتبعت. فعشان كده انا بقيت دلوقتي ببص للكلام اللي بيتقال. حضرتك اديتني مقاله امن الصياد دي، يعني دي كوميدي، ده كلام كوميدي، ده واحد بيبرر علشان السبوبه تفضل شغاله. مين ايمن الصياد ده؟ مش ده كان مستشار مرسي؟ هل كنا نسمع عنه قبل كده؟ واستقال امتى؟ استقال في الاخر ايام حكايه الـ 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 الاعلان الدستوري يعني. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، في نوع كمان من الناس اللي هو ايه، ركب في مركب الاخوان ظنا منه ان الاخوان اتوا ليبقوا، ومن ده بقى اعلاميين وكتاب وحاجات كتيره قوي، وفضلوا عايشين في الوهم ده فتره طويله. النهارده هم مش مصدقين ان الاخوان لا عوده لهم، وعارفين ان هم من كتر ما ابتذلوا قوي في خدمه الاخوان صعب ان هم يركبوا في مركب اي رئيس تاني جاي، يعني لا المشير السيسي ولا اللي بعده ولا اللي بعده. فما قداموش غير ان هو يعمل كده، ان هو بقى يعمل فيها زعيم معارضه. وهنا خلي بالك، احنا الفتره الجايه هتختلط عندنا مسمى المعارضه هيختلط مع الخيانه، يعني هتبص تلاقي بقى ايه في
ناس احنا عارفين انها معارضه ومن حقها انها تبقى معارضه ومفيش اي شائبه تشوبهم، هيحاول بقى يركب معاهم ناس تانيه احنا عارفين ان هم عملاء وخونه. فاذا ما كانش اللي هيتولوا المعارضه ينقوا بنفسهم عن ان يركب معاهم الخونه تحت مسمى معارضه، فهنا هيبقى هو هنا في اشكاليه كبيره قوي ليه. هي اشكاليه هتخر على دماغتهم هم على اي حال، مش على دماغ اي حد تاني. طيب يا دكتوره، احنا عارفين زي ما حضرتك اشرتي ان هم بتخلص حاجه بيشبط حاجه ثانيه، ولان لان لان لغايه دلوقتي يعني الامريكان بيعولوا على فكره ان يحيى ثاني مره المشروع اللي شعب دفن الشعب المصري دفنه في 30 يونيو، مشروع الشرق الاوسط والتقسيم. عايز اقول لحضرتك على حاجه، المشروع ده لن يخرج من اذهنتهم، ده حاجه بداوها من سنه 83 من اداره ريغان. هيروح اوباما هيجي الف واحد زي اوباما ينتظر بس ان يكون في رئيس في مصر ضعيف شوي. ما عشان كده 10 سنين 20 هو سنه هو يا دكتوره يعني احنا عايزين الاساس ايه؟ ما هو اللي بيبقى توعيه الشعب بقى هو ده، والاساس كمان يترد بسرعه ويتوضح بسرعه بالظبط، ولازم ناخد بالنا. يعني عشان كده قلت في الاول ان الجهاد الاصغر اللي عملناه ده الجهاد الاصغر رغم كل الحدوته دي كلها، انما ده الجهاد الاصغر. الجهاد الاكبر بقى ازاي ان احنا نبقى واخدين بالنا مما يحاكي، الناس فاهمه ان الموضوع خلص، دول مش والناس فاهمه ان ده اوباما، يعني ده موضوع طلع في دماغ اوباما فعمله، ده سياسه عامه هم بيجي زي دي لعبيد دي لنطاط لحيتهم هينفذوا ده. والله يا استاذ ابراهيم هقول لحضرتك على حاجه، الشعب بقى واعي جدا. يعني انا كنت واقفه في طابور اللجنه وحواليا ناس كتير، يعني انا في المعادي بس في طبعا ناس من اللي هم المعادي العرب المعادي والحته، يعني في ناس مستواها الثقافي متواضع جدا، وتبص ليهم بيتكلموا عن حرب الجيل الرابع وبيتكلموا عن تقسيم مصر. يعني فعلا الناس حصل لها توعيه والحس الوطني عندهم عالي جدا. انت منين ما هتراهن على الحس الوطني عند الشعب ما تخافش على البلد دي. محتاجين لان يعني مثلا في ايه بحاجه بتتقال صغيره فبتمشي. يعني كان في من 3 ايام كان الاستاذ وحيد حامد موجود في التلفزيون، وهو عايز حاجه انا عايز اوضحها بس. الاستاذ وحيد قال، وانا بحب الراجل ده وبحترمه جدا أنا كمان. يعني راجل عظيم جدا ويعني احد الضمائر المصريه العظيمه. انما في سؤال اتقال له، يعني ما معنى السؤال بيتقال اللي اتقال له ان طيب السيسي دلوقتي محسوب على 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 يعني ان السيسي مسؤول في ناس، هو السؤال بيطرح انما هو بيطرح للاوعي والعقل الباطن ان السيسي لو مسؤول عن السنه اللي فاتت دي بما حدث فيها من كوارث. حتى اسمه الاستاذ وحيد حامد قال لي كوارث ايه؟ قال يعني السيسي بيحمله. ما هو ده بقى بص البينة على من ادعى. يعني انا مش فاهمه، يعني انا ما اعرفش هو كان طالع مع مين استاذ وحيد، بس يعني الكلام ده اتقال كتير قوي. السيسي كان هو اللي بيحكم من خلف الستار. هو اولا في الفتره اللي فاتت كان في تركيز شديد جدا على القوات المسلحه وعلى ترتيب الامور قبل ما المشير السيسي يسيب القوات المسلحه، دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا عارفين كلنا لمسنا شخصيه المشير السيسي كويس قوي، الحزم وال يعني في حاجات كانت بتحصل من يعني حكومه الببلاوي دي. انا لا اعتقد خالص ان المشير السيسي كان ليه اي بيتكلم مع حد فيهم حكومي بالظبط، والا ما كناش كان احنا بقينا عمالين يعني كان ظهر لنا بالظبط، لان اصل هو شخصيه واحده مش متناقضه مع بعضها. يعني منين ده الحازم اللي راح خلع الاخوان وعمل وسوى وفي الاول خالص لما منع تمليك الاراضي في سيناء، ومنين هتقولي ان ده اللي ساب الببلاوي؟ يعني يبقى اللي بيقول الكلام ده عنده شيزوفرينيا. لا ما هو يعني احنا بنتكلم على نفس الشخص. هو مش بيقول شيزوفرينيا، هو مش بيقول ده، هو عايز يثبت في دماغ الناس ما بيتقال يتقال يتقال يتقال، فيبقى خلاص النظام يبقى نظام. هو لما اقول لك الشعب يريد اسقاط النظام، مين النظام؟ بس سيسي. عايز اقول لحضرتك على حاجه، في جمل كتيره اتقالت في الفتره اللي فاتت من ضمنها دي، والجيش يحمي ولا يحكم، في النهايه الناس انتخبت مين؟ بس اللي في اللي جاي ان انا بحكي لك على الحاجات الصغيره. فلما تقال سؤال زي ده يمكن الاستاذ وحيد رد عليه بما فيه الكفايه. بس الاستاذ وحيد وهو بيتكلم كان بيتكلم على فكره الاقتصاد اللي جاي، وضرب مثال قال ان الاقتصاد الطفيلي، قال ان في واحد مترشح في رئاسه الجمهوريه يبدو ايام اللي هي الانتخابات اللي قبل ديت اللي بتاعت دكتور مرسي، فبيتكلم على ان واحد قال طب ما الناس تاخد تعمل شاي وتبيع على الكورنيش، تعمل براد شاي وتعمل على الكورنيش. بيقولوا النتيجه الاقتصاد الطفيلي ان بقى كل الكورنيش معمول قهوه.
فبقوله وحتى المشير السيسي في كان المشير السيسي وهو بيتكلم في الفترة بتاعت الدعايه الانتخابيه فقال ان احنا قال حاجه بس الاستاذ وحيد الحقيقه ما خدش باله ان كانت في انهي السياق لما قال ان احنا وكان بيتكلم على ضبط الاسعار وان ايه ايه ايه, إيه, إيه, إيه الحاجه الغريبه جدا انك انت الكيلو الخضار بيتباع في سوق الخضار في سوق الجمله بسعر يطلع بره 10 اضعاف السعر ده مسافه السكه يعني خدت بالك فهو كان بيتكلم بيقول احنا هنعمل ده حتى لو ادى الامر عشان نظبط الاسعار هنجيب عربيات يعني حاجه تبقى تبع دوله عشان تنزل بالسعر الاساسي لغايه ما ينزل السعر فهو تصور الاستاذ وحيد حامد ان هو ده هيبقى زي مشروع بتاع الشباب الخريجين انك تجيب له عربيات بعيش وبتاع فما كانش كده بس عايز اقول ان كان دي في السياق بتاع تثبيت اسعار وليس في السياق ان ديت مشروعات اقتصاديه لان انا شخصيا ضد اي مشروع قايم على وساطه يعني انا وسيط اروح اشتري حاجه يعني سوبر ماركت او دكان ده بيرفع السعر على طول لا يعني انا يعني ده مش انتاج يعني احنا المشروعات اللي احنا عايزينها من هنا وجاي اي مشروع حد بيعمل مشروع انتاج انت شيء انما انا شغال في حاجه وسيطه ان انا اشتري حاجه بقرشين وابيعها بخمسه تعريف وده فت البلد في ايه انت ممكن تكون عشت انما انا احنا معظم رجال اعمالنا كده على فكره سمسره يعني ايوه بس تدار شنطه لا مؤاخذه في الكلمه الدكتور عبد الوهاب الضوي او طبيب عبد الوهاب الضوي الراجل كاتب طبيب والحقيقه بشكرك يا دكتور عبد الوهاب باشا لانك انت حكايه الدكاتره لان انت شفت كل الدكاتره بتوع الاخوان لما خدوا بكالوريوس طب ووقفوا على كده اصل الطب ده صم يعني خد لا وقف يعني ما حاولش بقى يعمل يعني انت عشان نقول عليك دكتور يبقى لازم تاخد دكتوراه وتاخد ماجستير وبعدين هتاخد دكتوراه انما كده كل واحد دكتور 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 فاحنا عندنا كتير من دول الطبيب عبد الوهاب الضوي بيقول لي ما ذكر بيتكلم عن الخبير مركز الدراسات الاستراتيجيه الدكتور عمرو هاشم ربيع عن ان حزب هو بيقول ان حزب الحريه والعداله وحزب مصر القويه حزب بتاع ابو الفتوح والاحزاب التي ذكرها انهم سيدخلون اي استحقاق انتخابي يعني هو ده تصريح طلع في الجرايد كان في اجتماع وعلى اساس اجتماع علمي فحضر من الحريه والعداله ومصر القويه وكلها بس الحريه والعداله النهارده دي جماعه الدوله قالت ان دي جماعه ارهابيه مش بس كده والدستور بيقول مفيش حزب احزاب على اساس ديني فبيقول ان هذا المركز مركز علمي بحثي ما علاقه ما ذكره هذا الرجل عن اجتماع الذي تم بحضور منتمين للاحزاب ومنهم منتمين لحزب الحريه والعداله حزب جماعه الاخوان الارهابيه والمحظوره بحكم قضائي وكل ما يتعلق بها محظور ايضا ما علاقه هذا الاجتماع بالبحث العلمي هذا اجتماع حزبي يجب ان لا يتم في مركز بحثي وعلمي هو طبعا كان موضوع عمل شوشره عند الناس هذا الرجل يعني هو بيكلم بيقول هو مش عارف ان في دستور جديد في مصر يحظر قيام احزاب على اساس فكر وفكر ديني فبحكم الدستور هذه الاحزاب اصبح وجودها غير دستوري ولا سمح لها بدخول انتخابات بنفس هيكلها الحالي فهذا سيعرض المجلس النيابي القادم للبطلان وانا اول من سيتقدم بدعوه بطلان للمجلس طبعا دي من ضمن الحاجات اللي بتحصل النهارده فكره انك انت حاجات بتتعمل يعني سيبك من عمليه طول النهار اقول لك على مصالحه المشير السيسي محتاج في أول شهرين بالكتير ثلاثة يعمل حاجات في الشارع يبقى أساسها العمل وتبين للمواطن العادي إن فعلا إحنا في واحد دلوقتي بيشتغل وبيعمل لصالح البلد سواء بقى الأسعار أو المرتبات أو الكلام ده كله حاجة وحتة إلغاء الأحزاب الدينية إحنا مش هنستعبط أنا كنت في قناة الحياة أيام تخطيط الانتخابات وكان صلاح عبد المعبود ضيف في الفقرة اللي قبلي وكان قاعد معايا في الأوضة ابن أخته وقعد يجادلني بشكل يعني سوفسطائي عن إنه إيه يعني لأ أولاً إن هم مش حزب ديني ده دي بقى النكتة الجديدة يعني وإنه إيه يعني لما يمارسوا السياسة وليه يعني إيه يقتصروا على الدعوة بس فإذا ما كانش هيبقى في حزم في الحكاية دي هي مش وجهه نظر يا دكتوره ده الدستور ما لازم يطبق بقى صح يعني ما يجيش يقول لك مصر القوية يقول لك لا ده انا مش حزب ديني ده انا مدني لا اذا كان الوسط قال ان هو مرجعيه مدنيه ايام ما كانوا بيعملوا الدستور العبيط بتاعهم ده مش جه قال انا مرجعيتي مدنيه وحشر نفسه في ال 50% بتاعه الكتله المدنيه فمش هنسمح بقى بالاستغفال ده فلازم يكون في حزم والاحزاب الدينيه تتلغي يعني تتلغي طالما الدستور قال يبقى القانون يتنفذ ما فيش مش هنلف حوالين المساله بالظبط
هو طبعا الرأي طبعا في خناقة تانية بتاعت الانتخابات يعني. مش بس كده، تشكيل الحكومة أنا لن أسمح إن يحصل ابتزاز في تشكيل الحكومة زي ما كان بيحصل أيام بعد 30 يونيو لما حزب النور كان عمال يبتز علشان لا بلاش إناس عبد الدايم دي ست ما تمسكش مش عارف ايه في الوزاره، لا بلاش مش عارف مين علشان ده حزب النور هيزعل ونطبطب على حزب النور في لجنه الدستور. لا مش عايزين طبطبه، مش عايزين نستسلم لاي ابتزاز. طيب عايزين نرجع تاني يا دكتوره لموضوع الانتخابات وموضوع الازمه، يعني الحكايه الحدوته اللي بتتقال دايما الشباب الشباب الشباب. أنا امبارح بالصدفة كنت قاعد في المعادي القديمة، المعادي القديمة يعني المعادي أصل المعادي اللي حتة 105 وحتة دي، فأنا كنت في شارع 105 شارع أنت جنبنا. فكنت قاعد هناك كان يعني دعوني قعدت على قهوة هناك كده صنطوطة في شارع صغنطط كده وشباب وقعدنا نتكلم والحاجات ديت وهكمل ده إن شاء الله. أنا قعدت مع شباب يعني الاثنين من اللي أنا فاكر أساميهم أحمد ومحمد اللي كان قاعد جنبه، ما شاء الله على التفكير، ما شاء الله على الفكر، ما شاء الله على الكلام. فإحنا دلوقتي عندنا حدوتة غريبة جدا دلوقتي في شغالة في مصر دلوقتي الشباب. وأصبح النهاردة زي أولاء يعني كأن مجموعة الشباب اللي شفناهم اللي هم الإعلام سماهم نشطاء سياسيين وإدا لهم لقب وبقى ده لقب أو وظيفة أو حاجة زي كده، حضرتك معاك الدكتوراه بقى هو ناشط سياسي معاه لقب من ده. وكأن ده بيجرب كل شبان التانيين. فالشبان في مصر غير اللي بنسمع انهم، لا الشبان حاجه ثانيه وافكارهم حاجه ثانيه. فبيتكلموا على ان الشبان قطعوا الانتخابات بالورقه والقلم لما نشوف ال 26. وانا كنت عايز اقول للاخت الرساله بتاعت باريس لا 26 مليون مش 25 مليون اللي حضروا، ان شاء الله هتبقى النتيجه تقريبا كده 26 مليون واللي حضروا اللي بيتكلموا ما فيش. ودي اعلى نتيجه على فكره في تاريخ مصر، في تاريخ مصر اعلى نتيجه، والنتيجة دي بتفوق الانتخابات الفرنسية وتفوق الانتخابات الهولندية وتفوق الكلام ده. فأنا عايز أقول الشباب لو 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 في فعلا في المقاطعة زي ما بيكلموا الشباب مقاطع ما كانتش النسبة تبقى كده. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني وعايز أعرف رأيك، بس الجزء الثاني إن ده مزاج عام للناس وده مزاج عام للشعوب في كل حتة في الدنيا. استحالة ان الجمعيه العموميه اللي هو اللي حق الانتخاب في اي دوله بيطلع كله، استحاله لاسباب مش معروفه ما حدش يقدر يفسرها يعني. ما حدش ده اللي انا عايز اعرفه. يعني احنا في عندنا 25 مليون ما نزلوش المره دي وما نزلوش ايام مرسي وشفيق. يعني ايام مرسي وشفيق انت كان عندك الاسلامي وكان عندك الليبرالي وكان عندك حمدين في الجولة الأولى اللي هو اليسار، ودلوقتي انت عندك المدني وعندك اليسار. يعني انتوا اللي عايزين لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، انتوا عايزين لا ايه؟ هو ما بينزلش ده يا دكتورة. طب انا في مصر هنا، طب نسيب مصر، لما تشوفيه على مستوى العالم فهو ده واضح ان دي سمة عامة. ربما والله اعلم. انت عارفة ان الناس اصل الناس ما اتفقتش على شيء. يعني مش الناس متخيلة ان هو ممكن يتفق على حاجة تانية، ممكن ينزل في حاجة تانية زي ما حصل في 30 يونيو ينزل في حاجة تانية، انما في انتخاب على اشخاص الناس ما اتفقتش على الله سبحانه وتعالى، فمش هيتفقوا على انسان. طب تعالي نظريا نتصور لو انا الانتخابات دي 54 مليون راح نازل ال 54 مليون في الحالة اللي زي دي، فالمرشح اللي نجح اللي هو السيسي خد 50 مليون، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى الله اعلم يعني في ربنا يقول لك ده فوتوشوب. لا هو مش عشان كده يعني، هل الانسان اللي هياخد اجماع ربما هذا الاجماع لم يتوفر لاي شخص في الحياه وربما لم يتوفر للانبياء ذات نفسهم، ربما ان ده يبقى مفسده ربما. طبعا يعني هي في حكمه ربنا. طب الشعب الفرنسي ما بينزلش ليه؟ طب الشعب الانجليزي ما بينزلش ليه؟ طب الشعب يعني هي المساله هنا يعني ده سؤال. هل انت عندك وجهه نظر ثانيه في عدم النزول؟ الحاجه الثالثه اللي بقى اللي محتاجه تفسير، هما بيتصوروا ال 25 مليون اللي ما نزلوش دولت رافضين او ضد؟ لا مش لان هي دي نفس العدد يزيد او يقل، هو غالبا يقل في الانتخابات بتاعه مرسي الجوله الاولى والجوله الثانيه، هو ده نفس العدد برضو اللي ما نزلش. فده يا اما شاري دماغه وغالبا شاري دماغه. يعني مش فارق معاه حتى ان النوعيات اختلفت. يعني حتى اللي كان اللي عايز الاسلامي، طب ما انت كان عندك الاسلامي وبرضه ما نزلش 25 مليون. فواضح ان دول مجموعه شاريه دماغها من كل حاجه. ايه بقى فئاتها العمريه؟ انا ما اعرفش طبعا، دي محتاجه
بحث بقى في الارقام اللي هي ان هو اساسا الداتا بيس كلها متسجله موجوده يعني، فسهل يتعرف الفئه العمريه بتاعتهم كام سنه. طيب بالنسبه بقى للشباب وفكره النهارده يعني فكره التحضير والتحريض على معاملين فخ بقى، اصل الشباب سائر، اصل الشباب حد مش مهتم بيه. طب ما كان عندهم حمدين، ما انتخبوش حمدين ليه؟ لا يعني هو طب الشباب اللي سائر ودولت اللي هم مين؟ اللي هم ابطلوا صوتهم ولا اللي هم انتخبوا حمدين صباحي؟ يعني اللي هم 3% ولا 4% ولا في 5%؟ فيطلع واحد يقول لك دكتور اللي هو الايمن الصياد النهارده دكتاتوريه الاغلبيه. بقت الاغلبيه دلوقتي جريمه. ما انا مش عايزه حضرتك تعلق على كلام الناس دي. يعني انا زي ما بقول لحضرتك كده، كل من هو يائس من الاقتراب من النظام زي ما كان ايام مرسي هتبص تلاقيه عمل نفسه معارض النهارده. دي سيكولوجيه طبيعيه جدا. ايمن الصياد على سيف عبد الفتاح، وهتبص تلاقي بقى مش عارف مين في الاعلام، كل اللي لزقوا قوي جنب مرسي وتصوروا ان هم ملكوا الارض وما عليها واتزحلقوا، هتبص ليهم عاملين بقى فيها المعارضين النهارده. ومن قبل ده الراجل لسه ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، وبيتكلم عن الاستبداد وعن القمع وعن المش عارف ايه. طيب دكتوره، انا عايز اروح اسيب ده وعايز اروح للطب شويه وللاورام والملاحظه ان المعدلات السنيه يعني بالنسبه للاورام الخبيثه اللي بقت الحاجات نزلت لمستوى السن نزل، يعني بقت بتحسن في تقديرك يعني حتى اطفال صغيرين يعني. ما هو انت عندك حاجتين، انت عندك ان بقى في وعي، فبقت الاهالي لما بتلاقي حاجه مش طبيعيه على اولادها بتاخدها. كان زمان ممكن الطفل ده يتعب ويموت ومحدش عارف. يقول لك ده كح كحتين، ده جاله دور برد، ممكن يكون جاله كانسر. فبقى في وعي وبقى في تطور جامد قوي في الاجهزه التشخيصيه، وبقى في تلوث. يعني اكيد مصر دلوقتي مش زي مصر زمان في الاربعينات والخمسينات، الهواء مش نظيف زي ايام، في تلوث، وفي حتى الشباب دلوقتي بيقع تحت ضغوط كتير، فلان بقى عنده طموحات كتير وامكانيات محدوده، فكل دي حاجات بتاثر. طيب ايه الحكايه الحاجات اللي هي الكانسر او السرطان اللي بيصيب الاطفال؟ يعني هو ده ليه ناس يا استاذ ابراهيم، يعني في ناس متخصصه سرطان اطفال. انا فاهم يعني، انا فاهم، انما يعني هل المساله محتاجه وقايه معينه؟ هل المساله لها علاقه بمرحله الحمل؟ هل المساله في تقديرك يعني هل لان برضو لان احنا دايما لما بيبقى في حاجه قافه حصل، هي بتبقى جينات اكتر، يعني بتبقى في العيله. يعني تبص تلاقي ان مش شرط نفس نوع الورم، يعني ممكن يبقى حاجة تانية، لأن هو أنت الجين بيبقى عليه كذا مرض، مش يعني وانس إن بقى في عندك حاجة غريبة توقع حاجات أخرى غريبة، يعني دي قاعدة. فممكن يجي هذا النوع من الورم، ممكن يجي حاجة تانية، بس طبعا لما بيبقى في النساء أكتر بيمشي في النساء أكتر. يعني بيبقى ماشي كده جيناتك أكتر. بيبقى طبعا لو في حاجه بتتاخد اثناء الحمل، هي مش بس ممكن تسبب اورام، ممكن تسبب تشوهات خلقيه، ممكن تنزل طفل مشوه، ودي انا شفتها كتير. فهو عموما قاعده ان ما فيش ام تجازف ولا حتى تشرب سجاير اثناء الحمل. طيب بالنسبه انت في الدكتوراه بتاعتك كانت في حاجه والماجستير في حاجه، الماجستير في الوبائيات بتاعت الاورام، الوباء بتاع الاورام او وباءات الاورام، مش كده برضو ولا؟ انما الدكتوراه في الصحه التوعيه الصحيه. التوعيه الصحيه. طب ناخد الاولانيه في الوباء، ايه الوباء اللي هو ممكن الوباء اللي هو يؤدي بينا الى السرطان او الحاجات اللي هو الوباء بتتقال على اي ظاهره مرضيه انتشرت. فاحنا المفروض بندرس ايه سببها وأدت لإيه، وبنحاول نوجد علاقة سببية بين كل سبب إحنا شاكين فيه وما بين النتيجة اللي عندنا دي. فده اللي هو علم الوبائيات. يعني هو ده على فكرة اللي حط أساس كل الأمراض، يعني كل التكست بوكس اللي موجودة اللي حط لك مثلا إن القلب يجي من كذا ولا السكر يجي من كذا، ولا كل ده حطه الناس اللي بيشتغلوا في علم الوبائيات، هم اللي حطوا الاساس لان هم اللي عملوا البحث العلمي اللي هو
مشي ورا الحكايه دي، وابتدت بالكوليرا. اللي مشي ورا الحكايه دي وقدروا يعرفوا ايه اللي سبب هذا المرض. طيب انا لما بنروح بقى في الدكتوراه، انت عامله في الصحه الدوليه، ما هي توعيه توعيه. طيب احنا في جزء من التوعيه، احنا عندنا الثقافه الطبيه بتاعتنا في مصر تقريبا منعدمه، يعني مش عايز بالنسبه للناس يعني. لا انا هضحكك بقى، انا لما تخصصت في الهيلث اديوكيشن، ايام ما تخصصت ما كانش فيه التخصص ده في مصر، فقلت انا هاخده وحولت من كولومبيا لان ويو، علشان كده، علشان كولومبيا ما كانش فيها الهيلث اديوكيشن، وهو ده اللي بيبقى مطلوب دايما في المنظمات الدوليه، يعني هو ده اللي بيبقى مطلوب اكتر في دول العالم الثالث. وكنت انا تقريبا يمكن الوحيده اللي واخده دكتوراه في التخصص ده، التوعيه الصحيه. رجعت مصر لقيت كل من هب ودب بيتكلم في التوعيه الصحيه، كل من هب ودب. بالعكس، عندهم رصيد من السنين اشتغلوه عمليا في هذا المجال فتعلموا. ما تعلموش على اسس نظريات وحاجات زي ما انا اتعلمت، بس لقطوا يعني الموضوع، خدوا كلمتين منهم، جمعوا الموضوع، فبس وقفت اتفرج بقى يعني. طيب انا النهارده لما نحط نحب العناصر بتاع التوعيه الصحيه، انا جاي اتكلم في السياسه يا استاذ ابراهيم، انا عايز اتكلم في دي بس الاول. ما احنا بيني وبينك، اهم مشكله جايه لنا، اهم مشاكل اللي بتواجه الرئيس القادم واي رئيس قادم، العلاج. اصل هيقول لك دلوقتي غاده شريف بقى بتتكلم في الصحه، دي عينها على وزاره انا والنبي بعدني عن الكلام ده، انا كاتبه والناس عارفاني ككاتبه ولساني طويل وبنتقد بس. طيب. وبتكلم في السياسه، انا عايز بقى اعرف ديت، لان انا هسال على حاجه واروح اتكلم في إيه السياسه بقى. تاني ما لا بده، ما هو دي سياسه، ما الصحه سياسه برضه. انا النهارده في التوعيه، احنا مهم جدا ان احنا عشان خاطر ما نقعش في اي مشكله، ان انا عملت توعيه بقلل الناس اللي هتقعد على سرير في المستشفى المؤكد في ده. فجزء من التوعيه، انا برايي انا كواحد يعني تخصصي في وقت كبير جدا الرياضه، بأؤمن تماما ان الرياضه احد اهم وسائل التربيه على الاطلاق. وان الرياضه احد الحاجات التي يمكن ان تقي من كل شيء. صحيح ما فيش علاقه بان انا رياضي وممكن يجي لي مرض، ده موضوع. انما في المقابل، بس جسمك سليم يعني. انما في المقابل لو انا رياضي، حمنع الى صور نظريا الى بصوره كبيره جدا ان انا ابقى فريسه لاي مرض. طبعا. لو انا بلعب رياضه، وطبعا عشان نوضح، الرياضه مش الكوره، لانك هتبعد عن مسببات الامراض. هتبقى ما بتدخنش عشان نفسك يفضل طويل. هتبقى حريص على الاكل المتوازن عشان يبقى عندك عضلات كويسه. فهتبقى بتبعد عن كل اللي بيسبب الامراض في السكه دي. طبعا احنا الرياضه برضو في مصر، او الثقافه الرياضيه في مصر بعافيه خالص. لان الناس فاهمه لغايه دلوقتي ان الرياضه هي الكوره او الجيمز، شويه الالعاب دي. انما الرياضه هي فكره النشاط الحركي الذي بسببه هتتحرك العضلات. احنا بلد يا استاذ ابراهيم، لما الامتحانات في المدارس بتقرب بنلغي حصه الموسيقى وحصه الرسم وحصه الالعاب. ثلاث حصص دول هم عصب مش موجودين دلوقتي. ما اعرفش دلوقتي ايه يعني. ده بعافيه خلاص. فهي الفكره كلها ان احنا متصورين ده. الرياضه هي النشاط الحركي اللي هو بتأدي مجهود حركي، هذا المجهود عشان عضلات وعشان مفاصل وعشان جهاز دوري وعشان 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 لياقه بدنيه وصحيه ونفسيه. احنا 97% من شبابنا ما بيعملوش ده، لان ما فيش مساحه يلعب عليها اي نشاط حركي، ومش متعود. مفيش مساحه يا دكتوره، مفيش مساحه يا دكتوره. ودي اللي هنطلع منها بقى لليل السياسه اللي حضرتك عايزه تتكلمي فيها. ال 97% دولت لما ما تاخدوش ما بيعملش نشاط، وهو عنده طاقه وما طلعش في ده، فهيطلع في حاجه من ثلاثه في امراض العصر: يا ادمان، يا اكتئاب، يا اكتئاب، يا تطرف. ادي الثلاثه هم، وده اللي احنا شايلينه دلوقتي. دلوقتي نسبه الادمان، احنا عندنا واحد من كل سته دلوقتي مدمن في الادمان. ترى ما شاء الله دلوقتي على الارصفه. وفي التطرف حدثي ولا حرج بقى. انت شفت الموضوع ده كله، وانا عندي احد اهم اسباب الوقايه اللي هي الرياضه. انت لا الرياضه ولا القراءه. على فكره القراءه كمان مهمه وبتحمي زي الرياضه بالظبط. يعني غير بقى انها بتحمي، كمان بتنور لك مخك. يعني بتعودك على الاقل ان انت ما تديش دماغك لحد، وان انت تبقى انت بنفسك اللي بتدور، وانت اللي عايز تشوف المعرفه بنفسك، المعلومه بنفسك. انت يا استاذ ابراهيم لما تسافر بره وتركب القطر السابوي، مستحيل تلاقي حد قاعد مش شايل في ايده قصه حتى بيقراها. يعني تبقى مستغرب، كلهم على اختلاف مستوياتهم الاجتماعيه عندهم عاده القرايه، بالذات في المواصلات اللي واخده سكه طويله دي، وقت طويل، دي عاده اساسيه.
فحته وهي دي اساس مشكلتنا. هو التطرف جه منين؟ ان حد بيدي دماغه لشيخه ويصدق بقى كل اللي شيخه بيقوله له هو ده الصح، لان هو مكسل يقرا، ولو حتى مش مكسل ما يعرفش، ما اتعلمش ازاي يدور البحث. البحث عشان الدراسه بتاعتك حفظ وتلقين مش بحث ومعرفه. بالظبط، فهي ادت لده. طيب انا النهارده محتاجين اللي في اللي ده دلوقتي عشان خاطر ما نسلمش ولادنا وما نسلمش تانية، لان هو النهارده الرهان كله على ايه؟ على الشباب. دلوقتي الرهان اللي بيتعمل ان يلعبوا على الشباب، وبقى ده النهارده في قوه، وده في صراع شديد لدى الشباب. طبعا بتحسيه بقى من الكتاب اللي عمالين بيكتبوا كلام بقى اللي انت بقى رياده، فده بيجي في دماغ حد، واللي بيتقال في التلفزيون، واللي بيتقال هنا وهنا. في المقابل مفيش خطه هناك موجود. بس اللي زي ده انا ما خافش على الشباب منه. ليه؟ لغته صعبه وبيتفزلك لغويا، والشباب ينفروا من حاجه زي كده. انا اخاف على الشباب من حد تاني بيسخر ودمه خفيف، ولا بيعمل افلام مسفه. هو ده اللي انا خاف على الشباب منه. هو يا دكتوره ده بيكمل حته، كل واحد له دور. اوعى تفتكر كل واحد بيكون دور، هو بيشتغل دي الحته دي هنا، وفي حد بيشتغل حته تانية هنا، وفي حد زي ما انت حضرتك بتقول هيبقى بافلام من هنا، هيبقى انما هي كده كل واحد له حته. بس في الاول وفي الاخر الشد والتنازل بتاعنا بتاع الشباب. انت كده فسرت لي، لان انا بقالي يومين ثلاثه ملاحظه ان ايمن الصياد برضو منين ما بقلب في محطه بلاقيه، بقيت مستغربه يعني من الذي بعثه من القبر يعني. فانا كده يعني اول مره حتى بقلب ما بحاولش اشوف هو بيقول ايه. يعني انا دايما اي حد من اللي اشتغلوا مع مرسي بعمل عليهم كراس. فزي ما بقول لحضرتك، هو دلوقتي في هدف حطوه جديد علشان يفضل التمويل شغال، اللي هو بقى ايه؟ طب احنا هنسقط النظام، احنا مش هنخلي السيسي ده يتهنى بحكم مصر. مش قالها البلتاجي او حجازي؟ حد قالها له؟ حد قالها في المحاكمه بتاعته؟ مش هيتهنى بحكم مصر. لا يا اخويا هيتهنى. هو على اي حال، ما هو مش الفكره اللي ازرف بس، انما الفكره كمان الاهم من ديت فكره احياء المشروع او ابقاء المشروع حي، مشروع الشرق الاوسط. يعني المساله مش لان خلي بال حضرتك ان اوباما بيواجه مشكله كبيره جدا جدا. بمناسبه اوباما، الحزب الجمهوري، لا عايزك تشوفي كده حضراتكم، شوفوا كده المذيعه بتاعت فوكس نيوز واللي عملته في اوباما وفي الفيديو ده. ورونا يا اميره والنبي. Went viral in Egypt. I called out President Obama for continuing to support Muslim Brother President Morsi after more than 33 million Egyptians came out of their homes to protest this so-called democratically elected president. The problem? He suspends the Constitution, imposes Sharia law, puts himself above any checks and balances, creating a theocratic government like the Ayatollah in Iran, and he issues a presidential order releasing condemned terrorists from prison. On my recent visit to Egypt, I met with many government leaders and ordinary Egyptians who were very disappointed in the recent breakdown of U.S.-Egyptian relations. Those relations have been mutually beneficial for decades, from the Camp David peace accords, where Egypt was the first Arab country to recognize the State of Israel. It's the Obama administration's feckless foreign policy, the dithering and the doublespeak, and the refusal to support an ally, Egypt, in this dangerous time that creates the type of vacuum that allows terrorists to move in. Those terrorists, now present in Libya, continue to train and prepare for more attacks on the West. Now, Egypt has always given us flyover rights over their country and preferential treatment at the Suez Canal. After 9/11, Egypt shared intelligence and jointly interviewed al-Qaeda prisoners. But most important, Egypt, at the crossroads of Asia, Africa, and the Mediterranean, is geopolitically positioned to provide stability in the Middle East. Yet Obama refuses to give the military support promised and allocated for Egypt to fight al-Qaeda and the terrorists who threaten to destroy that country. Now, Egypt is one quarter of the Arab world, over 90 million people. Should they fall, the West is at risk. And although Egyptians are fearful of al-Qaeda and the Muslim Brotherhood and Ansar al-Sharia, 33 million of them were not afraid to take them on.
Egypt is 80% Muslim, and most live in peace with the Coptic Christians there. But under the Brotherhood, more than 80 churches were burnt down, countless Egyptians tortured and killed, and more than 1,000 Christians' homes have been destroyed. On my trip, I met with Field Marshal al-Sisi, one of the candidates in the election this coming Monday and Tuesday, who made it clear that religion has no place in government, that Egyptian women should decide whether they want or don't want to wear a veil, that there needs to be a separation of church and state. What most Americans don't understand is that the vast majority of Egyptians hate the Muslim Brotherhood, and they want nothing more than a democracy in their country. They don't care if you're a Muslim, a Christian, or a Jew. They want a government with checks and balances, and they have in fact adopted a new constitution that guarantees equal rights regardless of gender and religion. Now, Egypt, Israel, and the United States, our destinies are forever intertwined. And for the U.S. to not support Egypt in its fight for democracy against the Muslim Brotherhood is to deny our own origin. Our Declaration of Independence says governments are instituted among men, deriving just powers from the consent of the government, that whenever government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or abolish it. Unfortunately, our president, in true Obama fashion, prefers to ignore the majority of Egyptians who seek nothing more than safety, security, and democracy, even if it benefits the United States and our ally Israel. Mr. President, take a look. This is what the Egyptians... شفت قد ايه يعني هي دايما على فكره بتتكلم بتدي اوباما كلام في عظمه كتير دي مش اول مره تتكلم كده لا ما هو انت ما هنا 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 الجزء اللي انا عايز اتكلم عليه ان هم يعني شوف بتقول ايه هتلاقي طبعا في الاداره الامريكيه وحد تاني بيتكلم او هناك بيتكلموا في حاجه تانية يعني يعني انا عايز ارجع لدي بس سفير الاتحاد الاوروبي في القاهره اللي هو جيمس موران بيقال ان حل بيتكلم عن مصر بيقول حاله الاقتصاد المصري ده قبل الانتخابات ليس جيدة وهناك فقر وتحديات أمنية إلا أن مصر تمكنت من إقراض السور الجديد وعلى أبواب انتخابات رئاسية وهذا دليل على وجود أمل كبير وقال موران لا يمكن تحقيق الديمقراطية بدون اقتصاد قوي ده السيسي قال ده بدون يعني مفيش ديمقراطية من غير اقتصاد من غير اقتصاد الحتة دي بقى اللي عايز أرد حضرتك فيها الديمقراطية دي سمة الشعوب المستقرة بعد الفصل بعد الحصة طيب Thank you.